مساء الفل، انا علياء طلعه دوتي مع علياء، والنهارده هتكلم عن مشاهداتي في مهرجان الجونه السينمائي. للاسف انا على عكس الدورتين اللي حضرتهم قبل كده، حضرت المهرجان من نصه، يعني حضرت 3 ايام فقط، وبالتالي مشاهداتي ما كانتش كتيره بما فيه الكفايه زي السنوات اللي قبل كده. في المعتاد انا بتفرج كل يوم على 3 افلام، في خلال ال3 ايام دول انا اتفرجت تقريبا في يوم على 3 افلام، ويومين تانيين اتفرجت كل يوم على 2 فيلم فقط. الافلام اللي شفتها كان مستواها كويس، ولكن في ملاحظه مهمه ان مستوى الافلام بشكل عام السنه دي في مهرجان الجونه، ودي مش ملاحظتي انا بس، ملاحظه اخرين كمان، كان مستواها مش احسن حاجه زي السنوات السابقه، وده بيرجع الى حد كبير الى الكورونا فيروس ومستوى الافلام اللي اتعرضت على مدار السنه، وكمان عدم اقامه مهرجان كان السينمائي اللي كان مهرجان الجونه كل سنه بياخد اهم افلامه وبياخد فيلم اللي كسب الصحفه الذهبيه كمان. ولكن على الرغم ان الرحله كانت زي ما قلت سريعه، وعلى الرغم عدد المشاهدات القليله، الا ان في افلام حلوه جدا انا اتفرجت عليها برشحها لكم في الفيديو دوت، وبرشحها نتفرجوا عليها لما تيجي في بانوراما الفيلم الاوروبي في زاويه، اللي غالبا هتعقد اما على اخر السنه خالص اما على بدايه السنه الجديده، باعتبار ان مهرجان القاهره السينمائي هيبدا يوم 2 ديسمبر القادم. انا مش هتكلم هنا عن ترندات مهرجان الجونه او فساتين ونجمات مهرجان الجونه، زي ما كلنا عارفين مهرجان الجونه زي اي مهرجان اخر، في جانب الريد كاربت، في جانب الممثلين والممثلات اللي بيظهروا بافضل صوره ممكنه بالنسبه لهم، وفي جانب الافلام. انا هنا هتكلم عن جانب الافلام، وانا عارفه ان الفانز بتوع في مع علياء اكيد عارفين ان انا هتكلم في الفيديو ده عن الافلام. نقطة كمان عايزة اقولها قبل ما ابدأ الكلام عن الافلام، الافلام اللي موجودة هنا كلها افلام طويلة سواء وثائقية او روائية، انا الافلام القصيرة ما شفتهاش في مهرجان الجونة، بس شفت فيلم 16 قبل كده، هو فيلم جميل جدا، اي فرصة متاحة ليكم انكم تشوفوا الفيلم اللي فاز بالصحفة الذهبية في كان، انا بقول لكم ان انتوا تشوفوه على طول. اول فيلم هتكلم عنه هو فيلم نوتيرنو. فيلم نوتيرنو هو فيلم للمخرج يان فرانك روزي، وتعرض في مهرجان فينيسيا سينمائي، وهو فيلم وثائقي طويل. فيلم نوتيرنو اتصور على مدى 3 سنين وفي كردستان العراق وسوريا ولبنان. الفيلم زي ما قلت وثائقي، وهو بيقدم مجموعة من القصص المختلفة دي حالات حصلت في خلال الحرب في الشرق الأوسط. فهنلاقي عندنا حالة الأم اللي بتروح المكان اللي كان ابنها فيه مسجون، وبتقعد تتكلم عن ابنها اللي اتسجن وتعذب واتقتل. هنلاقي حالة أم تانية بتسمع الفويس نوت اللي كانت بعتها بنتها اللي كانت مخطوفة من داعش. هنلاقي في الطفل الأيزيدي اللي كان بيتكلم عن اللي عملوه داعش في اهله وفي مدينته لما دخلوا فيها. فاحنا هنا بنشوف زي مجموعه من الافلام الوثائقيه القصيره اللي كلها بتستعرض الحال في الشرق الاوسط على خلفيه الحروب الموجوده. اللي شاف افلام في الفتره الاخيره كام سنه اللي فاتوا، افلام طبعا غير الافلام الامريكيه سواء وثائقيه او روائيه، هيلاحظ ان فكره الحرب في الشرق الاوسط وتقديم المشاكل اللي بتحصل للعائلات والاطفال والسيدات، ده كانت حاجه موجوده في اكتر من فيلم انا شفتهم في المهرجانات السنين اللي فاتوا والثلاثة مثلا اللي فاتوا، وبصورة مكثفة جدا. ايه اللي عمله المخرج هنا مختلف عن الافلام دي؟ في الحقيقة هو ما عملش اي حاجة، في الحقيقة هو قدم نفس القصة المعادة واللي تم تقديمها قبل كده بصورة سينمائية رائعة جدا. احنا هنا بنتكلم عن صورة سينمائية اجمل من كل الافلام اللي انا شفتها بتقدم نفس الفكرة، ولكن الصورة السينمائية ليست كافية انها اقول الفيلم ده فيلم حلو، لان انا طول الوقت كنت حاسة انا شفت ده قبل كده وشفت ده قبل كده وشفت ده قبل كده. ده غير ان انا من سنتين في مهرجان الجونة السينمائي برضو كان معروض فيلم المخرج السوري طلال دركي، وكان اسمه عن الابناء والابناء، وبرضو هو فيلم وثائقي وبيتكلم عن تجربته خلال وجوده مع عائلة من عائلات المسلحين، وازاي هو عايش هذه العائلة والاوضاع الاسرية والاطفال ازاي بيكبروا وينضجوا خلال هذا الوضع الغريب وخلال الحرب. فاحنا في هنا عندنا اختلاف كبير قوي بين فيلم نوتيرنو وفيلم طلال دركي عن الابناء والابناء، عن الاباء والابناء سوري. احنا في فيلم نوتيرنو زي ما قلت بيقدم نفس القصه القديمه، ما قدمش اي حاجه جديده، لكن هنا طلال دركي اختار زاويه مختلفه تماما، اختار زاويه جديده تماما انه يدخل جوه المعسكر، وانه يقدم لنا مش بس صوره المعسكر من جوه، يقدم لنا صوره المعسكر وتاثيره على الاطفال. يعني هو اختار زاويه ضيقه وزاويه اضيق عشان يقدم فيلم بتاعه، وكان فيلم رائع جدا. فيلم نوتيرنو عمل ايه؟ فيلم نوتيرنو بدل ما يدخل جوه القصه زي ما عمل طلال دركي، بدل ما يدخل جوه زاويه معينه، هو طلع بعيد خالص وقعد يقدم لنا قصص مختلفه، قصص احنا عرفناها قبل كده. غير ان في نقطه كمان كانت استفزتني من الفيلم شويه وخلتني وانا قاعده مش مبسوطه وانا بتفرج، وهي نقطه ابتزاز المشاعر.
في فيلم طلال دركي انا عيطت كتير جدا، يعني مش هكسف ان انا اقول ان انا عيطت كتير جدا، لدرجه ان في اخر مشاهد في الفيلم انا ما قدرتش ان انا اكملها، لان الفيلم قاسي جدا وبصوره مش مبتذله للمشاعر. لكن الفيلم هنا كان في سعي دائم لابتذال المشاعر وضغط على مشاعر المشاهدين واحساسهم ان في عبء عاطفي بيسلط عليهم. المشهد الاولاني من الفيلم مشهد الام وهي بتنعي ابنها او بتعيط على ابنها، مشهد طويل جدا وهي اعادت نفس الكلام اكتر من مره، ولكن الهدف منه ان يدخل المشاهد في حاله شعوريه مشابهه لحال الام. ده اتكرر تاني في مشهد الطفل الجديد وهو بيتكلم عن عمليات القتل واستعراضه للصور اللي بيرسمها هو الأطفال الآخرين في محاولتهم التعافي من الأزمة النفسية أو التروما اللي بتحصل نتيجة وجودهم في هذه المناطق. المشهد على الرغم أنه هو كويس جدا من الناحية البصرية إلا أنه طويل، وكان في ضغط من العمالة الاجتماعية على الطفل عشان يتخرج القصص، وكون الضغط دوت احنا بنتفرج عليه أنا حسيت أن دوت أوفنسيف شوية، وحسيت أن دوت ضغط على مشاعر الطفل اللي في المشهد وضغط على مشاعري أنا كمشاهدة، بيحاول يخليني أعيط، بيحاول يخليني أتعاطف زيادة عن اللزوم. طبعا أنا عشان شفت الأفلام اللي قبل كده يمكن ده إحساسي ناحية الفيلم، ممكن مشاهد آخر يشوف أنه هو فيلم وثائقي كويس لأنه من الناحية البصرية والإخراجية زي ما قلت هو كويس. تاني فيلم انا شفته في مهرجان الجونة هو فيلم زكات. فيلم زكات فيلم شارلي شابلن الشهير، ودي فرصة اقول يا جماعة اول ما تلاقوا فيلم مرمم روحوا اتفرجوا عليه ايا كان التمن اللي هتدفعوه. افلام المرممة يا جماعة دي فرصة عظيمة جدا عشان نعيد اكتشاف الافلام الكلاسيكية اللي احنا شفناها قبل كده. مش بقول بقى ان في فرق بين الصورة على الشاشة الكبيرة والصورة على اللابتوب او على التلفزيون، لا، الصورة المرممة دي فرصة عظيمة جدا انك تتفرج على الفيلم كما يجب ان يكون. انا شفت فيلم ذا كيد قبل كده مرتين، لكن المرة دي اول مرة اشوفه بهذا الشكل، اول مرة اشوف شابلن بهذا الشكل. شكله شكل الديكورات كل ده بيدي تصور مختلف تماما عن الفيلم، بيديني رؤية انا اقوى. الفيلم مش بس كمان اتعرض في مهرجان الجونة بنسخة مرممة، الفيلم كمان اتعرض مع اوركسترا حي، اوركسترا موسيقي حي بيعرض الموسيقى التصويرية الخاصة بالفيلم. تجربة كانت رائعة جدا جدا، انا انبسطت قوي، وهحط لكم الصورة بتاعتي في الفيلم مع اصدقائي الناقد اندرو محسن والناقد محمد عوض، والاثنين ليهم يوتيوب تشانلز انصحكم جدا تتابعوهم باسم استوديو اندرو وانيسا فن. اللي ما يعرفش فيلم ذا كيد هو انتاج 1921 وهو اول فيلم يخرجه شارلي شابلن بالكامل، فيلم طبعا صامت، والفيلم بتدور احداثه عن المتشرد ترام اللي بيلاقي طفل ملقي في وعاء الزباله وبياخده ويربيه ويبقى زي ابنه بالتبني، ولكن بيتعرض لخطر انه يفقد الابن دوت لصالح الميتم او صالح النظام الاجتماعي في البلد، وبالتالي هو بيعمل مغامرات عشان يحاول يحتفظ بالطفل بتاعه. الفيلم هنا غير ان هو تحفة فنية رائعة والنقاد في وقته ولغاية دلوقتي بيعتبروه من اجمل افلام شارلي شابلن، كمان في بعض اضافي وهو ان الطفل في الفيلم بيمثل نوعا ما شارلي شابلن. شارلي شابلن عاش حياة قاسية جدا جدا في طفولته خلال وجوده في انجلترا قبل انتقاله الى امريكا ونجاحه الكبير. كان طفل فقير وطفل الاب سكير، تركه مع امه وراح اتجوز واحدة تانية، والدته كانت مصابة بمرض عقلي ودخلت في مصحات نفسية، دخل الميتم هو واخوه واتشرد في الشوارع، وبالتالي هو عاش قصة حزينة جدا زي قصة الطفل اللي هو كان اواه او كان اعتبره ابنه في الفيلم. ممكن نعتبر ان ترامب في الفيلم دوت كان بيقدم للطفل شارلي اللي جوه المخرج والممثل الملاذ والامن اللي هو كان بيفتقده في حياته. ودلوقتي وصلنا للفيلم الثالث اللي انا شفته في اليوم الاول لوصول المهرجان الجونة، وهو ماي تندر ماتادور. هو فيلم تشيلي من اخراج وتاليف رودريجو سيبو لابيدا، وهو مقتبس من روايه بدايه احداث الفيلم في التشيلي سنه 1986 تقريبا، واحنا هنا بنتكلم على الايام الاخيره لحكم الجنرال بيونشي اللي حكم تشيلي بالحديد والنار لفتره طويله تقريبا 15 سنه. هنا الفيلم بيقدم لنا قصتين متوازيتين مرتبطين ببعض. القصة الأولانية هي قصة الترانسجندر، راجل ترانسجندر متغير جنسه إلى الأنثى، وبيعيش قصة حب مع شاب قبله بالصدفة مكسيكي مش تشيلي، والشاب دوت سوي جنسيا. في نفس الوقت الشاب كارلوس اللي بيحبه البطل هو كمان مشترك في حرب عصابات أو حرب مقاومة ضد الجنرال بيونشي. يبقى احنا هنا عندنا خطين متوازيين، خط الحرب ضد الديكتاتورية
والخط الرومانسي بين البطلين وقصة الحب المستحيلة جدا. وهي منشورة من سنين كتير، وكان في مشاريع سابقة انها تتحول الى فيلم سينمائي، ولكن تم تغيير المشاريع وتم تغيير مخرجين فترة طويلة لغاية ما وصلنا للفيلم دوت من بطولة ألفريدو كاسترو، واللي كان طلب الكاتب الروائي قبل ما يموت ان هو يكون بطل الفيلم، كمان من بطولة ليوناردو أورتيغريس في دور كارلوس حبيب البطل، واللي كان حاضر في مهرجان الجونة السينمائي في الكيو ان اي بعد الفيلم، وكمان كان مخرج الفيلم. الفيلم عجبني جدا، عجبني تركيزه على الهوموسيكشواليتي بشكل مختلف، تركيزه على الديكتاتورية في التشيلي بشكل كويس جدا، فيلم شاعري وفيلم في نفس الوقت بسيط، والتمثيل فيه كان اكتر من رائع. كده انا خلصت اليوم الاول في مهرجان الجونة، هتكلم على اليوم الثاني. والفيلم الاولاني اللي شفته في اليوم دوت ذا ويلر بوي. بتدور احداث الفيلم في قريه شوكوتيكا، وهي قريه روسيه كل المساكنين فيها بيشتغلوا في صيد الحيتان، وهي قريه معزوله الى حد كبير. ونتعرف على بطلنا وهو ولد مراهق عن طريق صديقه، بيعرف ان في موقع اباحي بيقدر يتكلم فيه مع المعارضه الاساسيه، وبتبدا علاقه بينه وبين العارضه من جانب واحد، هو بيقع في حبها وبيسخر كل وقته للعلاقه دي، حتى بيرفض يدخل في علاقات مع فتيات حقيقيات علشان خاطر العلاقه اللي هو مخلص جدا ليها. وفي نقطه ما في قصته بيقرر ان هو يسيب بلده ويروح امريكا مشي على الاقدام، هو طبعا في روسيا فجغرافيا ممكن يروح الاسكا على الاقدام، ويعمل الرحله دي لوحده علشان يوصل لديترويت ويقابل حبيبته المتخيله. طبعا خلال هذه الرحله بيمر بالعديد من العقبات، سواء عقبات طبيعيه او عقبات بسبب البشر وبسبب الشرطه. الفيلم تعرض في مهرجان فينيسيا السينمائي، وهو فيلم عجبني جدا جدا جدا، من الافلام اللي انا برشحها لكم بشده. صوره الفيلم كانت رائعه، في مشاهد فيها اقرب للوثائقيه، بس احنا هنا بنتكلم عن وثائقيه جيده، احنا بنتكلم عن قريه صغيره معزوله احنا ما نعرفش عنها حاجه كمشاهدين عرب في الشرق الاوسط، وبالتالي تم تصوير القريه دي بشكل من ناحيه التصوير رائع جدا، تم تقديمها بشكل كويس جدا، ده غير انه ترافق مع القصه البسيطه غير منطقيه، ولكن بسطتها بتخليها نوعا ما منطقيه. احنا هنا بنشوف زاويه مختلفه عن الولد المراهق اللي خبراته في الحياه ضئيله جدا، ولكن الخبرات الضئيله دي خلته يقرر في لحظه انه يقوم بمغامره كبيره جدا، زي مغامره انه يسافر لديترويت عشان يقابل حبيبه متخيله. التمثيل في الفيلم كمان كان بسيط وسلس جدا، والحوار على الرغم من انه كان قليل الا كان داعم جدا ليه. الفيلم الثاني اللي انا شفته في اليوم الثاني ليا في مهرجان الجونه هو In Between Dying. هو فيلم دراما وفيلم طريق من أذربيجان، من إخراج وتأليف هلال أبيدروف، كان موجود في كيو ان اي، وكان وجوده مهم جدا لأنه تفسر حاجات في الفيلم أنا شخصيا كنت شايفاها غريبة. هو قال في الكيو ان اي إن الفيلم دوت مش مكتوب له سكريبت واضح، وإنه كان نوع من أنواع تداعي الأفكار لما كان بيفكر في أمه، وإن أمه الحقيقية هي بطلة الفيلم ده. دور احداث الفيلم ببساطه عن شاب بيتخانق مع والدته بسبب علاقته بابوه، احنا ما نفهمش ابعاد العلاقه دي قوي، لكن احنا بنلاقي ان في غضب واضح جدا من الولد ناحيه امه، وبيقرر ان هو يسيب البيت ويخرج مع حبيبته ويشتروا مخدرات، وبعدين بيقابل حبيبته بيروحوا بيحصل شجار بينه وبين واحد من تجار المخدرات بسبب الحبيبه دي، بسبب انه اهانها، وبيقتله عن طريق الصدفه، وبيهرب عن طريق السكوتر بتاعه في رحلة الطريق اللي بتدور أحداث الفيلم كله خلالها. ممكن تقسيم فيلم In Between Dying اللي هو Dying الموت مهم جدا في حبكته، بأن هو زي فصول كل فصل بيقف فيه البطل عند مكان معين، وهو بطل مطارد بين رجال التجار تاجر المخدرات اللي بيحاول ان هو ينتقم للراجل بتاعه اللي بيشتغل معاه، وكل محطة بيقابل فيها الموت، وبيقابل الموت بشكل ما، مش هو اللي بيموت، هو بيشوف الموت بيحصل كأنه هو كأنه ملاك الموت، كأنه بيجذب الموت معاه في كل محطة من محطاته، وكل محطة من المحطات دي الموت بيجي ليه بسبب سيدة أو لسيدة. هنشوف إن أول محطة بيحرر بنت كان والدها بيغتصبها، المحطة التانية وهي بتقتل والدها، المحطة التانية بيحرر زوجة كان زوجها بيضربها وهي بتقتل زوجها. فاحنا بنلاقي إن احنا عندنا موتيفتين أساسيتين متكررين في الفيلم ده، موتيفة الموت وموتيفة تحرير المرأة أو الدفاع عن المرأة، اللي هو المخرج ما كانش بيقول الكلام دوت، هو في دماغه بشكل واضح خلال كتابته الفيلم ان هو بيقول انه تداعي افكار، ولكن في نفس الوقت دي حاجات ظاهرة في الفيلم احنا كمشاهدين لازم هنلاحظها. بالاضافة الى القصة الشعرية جدا والتقسيم البسيط، الى ان الفيلم ميزته الاساسية بالنسبة لي كانت من الناحية البصرية.
الفيلم من الناحيه البصريه كان حاجه رائعه جدا. بيقول ان هو ما استخدمش اي فيجوال افكتس او مؤثرات بصريه في تصوير فيلمه، لكن انا عن نفسي كنت شايفه ان اكيد استخدمها ولو يعني قليله جدا في مشاهد معينه، زي مشهد وقوع اوراق الشجر او مشهد الضباب، كان شكلهم مبهر جدا بصريا، وما اعتقدش ان هما من غير اي مؤثرات بصريه. ولكن حتى لو في مؤثرات بصريه، في الفيلم كان رائع جدا جدا من الناحيه البصريه. فيلم شاعري بيفكر بأفلام كتير تركفسكي أو أفلام المخرجين ويس أندرسون، أفلام اللي بتميل إلى الشعرية، وخاصة الشعرية عن طريق الصورة. والفيلم اتعرض في مهرجان فينيسيا السينمائي قبل ما يتعرض في مهرجان الجونة. هنبدأ بقى في اليوم الثالث والأخير ليا في مهرجان الجونة، وهو شفت فيه فيلمين فقط، أولهم فيلم ليسن. فيلم ليسن إنتاج برتغالي إنجليزي مشترك، ومن إخراج أنا روشا، مهرجان فينيسيا السينمائي، وفاز بمجموعة من الجوائز الصغيرة وترشح لجوائز أخرى، وكان في أفلام المسلسل. بتدور أحداث الفيلم عن عائلة من العائلات الفقيرة في إنجلترا، عائلة مهاجرة من البرتغال، وعندها البنت الوسطى بتعاني من مشكلة سمعية. وبيبدأ الفيلم بأن البنت بتبقى فيها عندها مشكلة في السماعة، وفي نفس الوقت الأم بتحاول إن هي تخفي المشكلة دي عن النظام الاجتماعي أو الأخصائيين الاجتماعيين اللي هم هيجوا يزوروها ويقيموا وضع البنت ووضع العائلة. يبقى احنا كده عندنا أزمة العائلة اللي بتعاني من الفقر، وبتعاني كمان من التهديد إنها ياخدوا منها أولادها بسبب فقرهم وسبب وضعهم الاجتماعي والمادي الصعب جدا. عطف مع العائلة، العائلة اللي بيضغط عليها النظام الاجتماعي في إنجلترا، وبيحاول ياخد منها أولادها بسبب وضع اجتماعي هما ملهمش إيد فيه، وبالتالي هو طول الوقت بيحاول يبوش المشاهدين ناحية الابتزاز العاطفي، ناحية التعاطف مع الأبطال بتاعنا، خاصة لما بيكون في جانب آخر بيوضح ان النظام الاجتماعي في انجلترا ونظام الاخصائيين الاجتماعيين في انجلترا نظام الى حد كبير ظالم وغير عادل ناحية كمان الاطفال. فاحنا عندنا هنا اصراع من الابوين ان هم يرجعوا يحصلوا على اطفالهم مرة اخرى، وعندنا صراع الاخصائيين الاجتماعيين اللي بيحاولوا ان هم يوفروا للاطفال افضل حالة اجتماعية ومادية ممكنة، ولكن احنا كمشاهدين المخرجة بتحاول تدفعنا دايما ان الحالة الافضل هي حالة وجودهم مع الأبوين. عن نفسي الفيلم ما عجبنيش خالص. الفيلم زي ما قلت أولا ما قالش أي حاجة جديدة، ثانيا عنوانه كان خادع تماما. العنوان كان بيقول ليسن، وفي عندنا شخصية البنت اللي فقد السمع، وبالتالي كان من المتوقع ان الشخصية دي بيكون ليها دور اكبر من كده او ليه اهمية اكبر من كده، ولكن الادوار كلها بتاعت الابطال كانت مسطحة جدا. التمثيل بتاع الام كان كويس لكن مفهوش اي حاجة جديدة، وبالتالي الفيلم في النهاية حسيت ان هو مكرر، حسيت ان هو ما قالش اي حاجة يبتز مشاعر المشاهدين، وللأسف حتى منجحش ان يبتز مشاعري. الفيلم الثاني في اليوم الثالث في مهرجان الجونة، والفيلم الأخير للأسف في المهرجان اللي أنا أشوفه، كان فيلم The Ties من إخراج دانيال تولوتشي، وهي بذات الاسم تم نشرها في 2014 وترجمت إلى اللغة العربية باسم الأربطة وإصدار دار الكارما. الفيلم بتدور أحداثه بشكل مبسط عن عائلة الأب فيها بيقرر إن هو حب واحدة تانية وهينفصل عن العائلة دي بالتدريج، ولكن الزوجة أو الأم، الفيلم بتدور احداث في فتره الثمانينات والفتره دي مهمه جدا للاحداث، الزوجه او الام بتقرر هنا انها تتمسك بالاب بشكل عجيب، بتقوم بافعال عنيفه، بتقوم بافعال بتحاول تستحوذ فيها على الاطفال، ولكن بنحس طول الوقت ان الاستحواذ على الاطفال والاستحواذ على الزوج ما هماش خالصين تماما، ان في عندها نوع من انواع الاضطراب النفسي، وبالتالي هي بتاذي طول الوقت الاشخاص اللي حواليها سواء زوجها سواء اطفالها. بيقدم لنا الفيلم الحبكة بشكل مش خطي، احنا عندنا الاول الاحداث بتاعت الفيلم من وجهة نظر الام واللي حصل وازاي الاب بيحاول انفصال عن الاسرة، وبعدين في النص بنحاول نشوف الاحداث من وجهة نظر الاب، وبعدين في النهاية بنشوف الاحداث من وجهة نظر الاولاد، وفي نفس الوقت الثلاث مراحل دول ما هماش كمان في نفس الوقت، يعني البداية مع الام كانت في مرحلة زمنية، البداية مع الاب كانت في مرحلة وسيطة، الجزء بتاع الاطفال في مرحلة لاحقة، الاولاد كمان كبروا، فاحنا هنا بنشوف ان في ثلاث خطوط زمنية وثلاث افراد بيقوموا وثلاث مجموعات بتقوم بالسرد، فسرد الفيلم كان ممتاز جدا، والفيلم انا كنت حاسة انه ممكن يبقى افضل من كده، ولكن في حد ذاته هو كان فيلم كويس جدا جدا. تمثيل في الفيلم كان من اهم مميزاته، وكمان السيناريو والحوار، والحوار متاخد بشكل كبير قوي من الرواية، وبالتالي فاحنا ممكن نرجع قوة الفيلم الى الرواية. الفيلم اتعرض في مهرجان فينيسيا السينمائي كذلك قبل عرضه في مهرجان الجونة، ورشحه ليكم تشوفوه في اي وقت يكون معروض قدامكم.
وبكده انا خلصت رحلتي القصيره جدا في مهرجان الجونه السينمائي. كنت اتمنى ان اشوف افلام اكتر عشان ارشحها ليكم. خلصت حلقه النهارده، ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب في القناه.